اهلا وسهلا، شكرا انك كنت ايجابي وقفت على اليمين عشان تعدي الناس، تدي مساحه ليهم. عشان كده شركه ار دي ام سي بتدي لك الكارت ده هديه، في تذاكر مجانيه تقدر تستخدمها في المترو، وكمان بعد ما ينتهي تقدر تشحنه وتستخدمه تاني. شكرا لذوقك. شكرا ليك. مساء الخير. مساء الخير، شكرا انك كنت ايجابيه وكنت واقفه على جنب واستنيت الناس كلها تطلع. عشان كده شركه ار دي ام سي بتديك الكارت ده هديه، في على تذاكر مجانيه تقدري تركبي المترو براحتك، وبعد ما تخلص تقدري تشحني تاني وتستخدميه مره تانيه. شكرا انك كنت ايجابي وقفت على جنب على ما الناس تنزل. عشان كده شركه ار دي ام سي بتديك الكارت ده هديه، في تذاكر مجانيه تقدر تستخدمها، وبعد ما تخلص تقدر تشحن الكارت وتستخدمه تاني. عامل ايه؟ شكرا انك كنت ايجابي وقمت عشان تقعد عمو. عشان كده شركه ار دي ام سي بتديك الكارت ده هديه، في كذا كارت تقدر تستخدمه ببلاش، وبعد ما يخلص ممكن تشحنه وتخلي الكارت معاك هديه، في تذاكر معاك اصلا كارت. طيب خلاص اوكي، برضه ده هديه عشان انت كنت ايجابي واتبعت سلوكيات المترو ووقفت على جنب وما سندتش على المترو، فشكرا ليك. كنت تحت المترو عشان الناس تقدر تنزل وتطلع براحتها. عشان كده شركه ار دي ام سي بتديك الكارت ده هديه، بسلوكك الايجابي في تذاكر في مجانيه تقدر تستخدمها، ولما تخلص تقدر تشحن الكارت تاني وتستخدمه. شكرا ليك. شكرا انك كنت ايجابي. مساء الخير. مساء الخير، شكرا انك كنت واقفه على جنب على السلم عشان تسمحي الناس ان هم يعدوا. عشان كده شركه ار دي ام سي بتديكي الكارت ده هديه، في على تذاكر مجانيه تقدري تستخدميها، وبعد ما يخلص تقدري تشحنيه تاني.